أنا كنت قد قدمت استقالتي من أمريكا عندما اعتقلت الحكومة اليمنية في القاهرة. فأرسلت برقية للسلال قلت له فيها بعد اعتقال رجالات البلاد، لأنهم اعتقلوا بطلب منه بعد اعتقال رجالات البلاد. ما قصة الاعتقال هذا؟ قصتها أنه كانت المنازعات والخلافات قد زادت في أوساط الصف الجمهوري. هذا في 67-68 67. فالمشير السلال لما جاءت الحكومة إلى هنا طلب الحكومة كانت الفريق العمري، كان النعمان، كان الرياني، كان المجموعة كلها. وأنت ذاك الوقت كنت مندوب لليمن وزير؟ أنا كنت جزء من هذه الحكومة، وزير خارجية. وزير خارجية. فلما وصلت إلى مصر وبدأت الأمور تتعقد فطلب مني. كنتوا أنتم تطالبون مصر ألا ينسحبوا سريعا من اليمن؟ لا، ما انضربوا، كنا نريد إصلاحات داخلية وهم كانوا، والخلافات كانت يمنية بين السلال والعمري والنعمان والكذا، ومصر ضايعة في الوسط مشغولة بقضاياها. حتى وقفوا الدعم المادي لصعوبة وضعهم هنا، كان في شيء من هذا. فأنا طلب مني وقتها، قالوا لي أنت تروح محل عملك في الأمم المتحدة في واشنطن بدور كويس امشي. مين قال لك ذلك؟ القاهرة. القاهرة. فأنا توجهت إلى القاهرة إلى أمريكا. قبل أن تصل الحكومة؟ قبل أن تصل الحكومة. وصلت الحكومة إلى هنا باستدعاء من هنا أم؟ يعني الخلافات جعلتهم، كانت القاهرة هي المحطة التي يلجأوا إليها زعماء اليمن، أتوا للمباحثات. أيوة. فحدث اعتقالهم، هم ذهبوا أصلا، كانوا جاءوا لمقابلة الرئيس جمال عبد الناصر، فقيل لهم الرئيس مشغول قابلوا المشير عامر. فذهبوا جميعا لمقابلة المشير عامر، كان يومها الإرياني والنعمان وحسن مكي إبراهيم الحمدي، مجموعة كبيرة من القيادة السياسية والعسكرية. فوصلوا لمقابلة المشير عامر، فإذا بهم يجدوا شمس بدران، ومنهم وزراء وأعضاء مجلس جمهوري وكذا، والآن جاءوا يقابلوا. فهم تساءلوا وين المشير؟ لماذا؟ وجلسوا، فهذا الرجل اللي هو شمس بدران، شمس بدران بدأ يحكي لهم. فعلي سيف الخولاني رفع يده بده يتكلم، وبدأ يحكي، قال له أنت تسكت، أنتم جئتم هنا تسمعوا بس، ما حد يحكي. فلما نغمة القاهرة اختلفت، فلما قال هذا الكلام شمس بدران، نعم، فلما قال هذا الكلام وقفوا جميعا وانصرفوا. وفي الليل جاءت الشرطة، التقطتهم من منازلهم واحدا واحدا وحطوهم في السجن الحربي. سجنوا الحكومة اليمنية، النعمان والمسوري والأرياني الإرياني لا، هو والقاضي عبد السلام صبره، قالوا لهم ابقوا في بيوتكم، يعني نوع من الاحتياط المؤقت، لكن ما اعتقلوهمش، بس إقامة جبرية. إقامة جبرية. نعم. وهؤلاء كلهم دخلوا في السجن. أنا لما ناقشت هذا الموضوع مع أمين هويدي بين أقول له كيف تسمحون بهذا، قال والله هذه شؤون يمنية، السلال هو الذي طلب هذا، طلب اعتقال الحكومة. ايه كلها. فاعتقلوا في السجن. انا اول ما بلغني الخبر ارسلت للسلال برقية، قلت له بعد اعتقال رجالات البلاد لا اجد من امثل، فانا اقدم استقالتي من وزارة الخارجية، من السفارة في امريكا ووزارة الخارجية في الامم المتحدة. ما عدناش وزير الخارجية، قلت ورحت هناك. ركبت الطائرة وغادرت إلى بيروت. السوريين دعوني للإقامة في دمشق، فأنا اعتذرت لأن كان ميشيل عفلق
صلاح البيطار وكرم الحوراني كانوا على خلاف مع الحكم في سوريا وهم في بيروت. فقلت لو أذهب الآن إلى دمشق كأني أنحاز لجانب من جوانب. نعم. فذهبت إلى بيروت. بيروت ووجهت دعوة للسفراء اليمنيين أن يستقيلوا وأن يأتوا إلى بيروت حتى نقوم بنشاط مشترك لمحاولة إيجاد حل لليمن. وأولئك في السجون. وأولئك في السجون.